فرصة باهية، أولاد صغار تعرفوا على بعضهم، تعدت مقابلة باهية. ليسونسيال كون النادي الإفريقي موجودة في تبربة هذا اليوم. بالطبيعة عملت دخلت البهجة كما يقولوا في تبربة، وإحنا بطبيعتنا أكثر من تبربية الأكثرية كلها تحب النادي الإفريقي، هذاك علاش شفت اليوم تيرا معبي شوية. نسمعوا بالنادي الإفريقي في تبربة وكجاو. فرحة باهية، الأولاد عندهم ماتش باهي. الحمد لله يعني المهم تعدت مقابلة باهية. أبار حتى سكور، المهم لعبنا كونتر النادي الإفريقي. صحيح والله استدعاونا تبربة، نعرفوا تبربة بريسك كلها تحب الكلوب، اون بلوس ديما معناها يجيونا ونمشيولهم، حبوا يفرحوا بينا، لبينا الطلب وان شاء الله نكونوا فرحنا العباد اللي جاوا يتفرجوا. هو احنا ديجا نهار الاحد لعبنا ديربي كما الناس الكل تعرف، اليوم جبنا معناها الجواريات اللي مش قاعده تلعب عام كامل، حابين نعطيهم فرصه. بون خذاو برشا طون دو جو، فما الى بروفي فما الى با بروفي، ان شاء الله بالوقت الجواريات هذوما يتحسنوا ونعاودوا الماتشات هذوما ديما ان شاء الله. بالطبيعه خاطر كلوب افريكان ديزون ان نستفادوا منهم، معناتها عملت كاتريام ديزون معناتها خبره هما ونستفادوا حاجه نتفرجوا فيها. بلوس جمهور زاد سناجه برشا ومولد وتعبى التيران تبربه قديمه معناتها رابع جمعيه في تونس تلعبوا كونتر ثانيه معناتها تشرفنا. والله أنا تمنيت صار حبيت ماتش نيل معناتها نقسموا الزوز قسمته خير خاطر بيست الدنيا وزيد الكلوب مش بأفضل حالاتها سميها قسمته خير أي واحد باش يلعب كونتر الجمعية اللي لعب فيها من الأول وطلع منها باش يحس الإحساس اللي حسيته. بالطبيعة يا أخي واحد جايش يكور يحب يربح. نحن لو الطرح نلعبوه ننساه ونخمو في الطرح اللي من بعده ان شاء الله اللي من بعده يكون خير من اللي تعدى ان شاء الله ديما رابحين. كل مرحبا بكم سافرت وربط وربط معروفين بالحب والكلوب سعيك والحمد لله اللعبه باهيه ما فماش معناها متراد على شويه اللعبه فهمتني الاولاد تفرحوا وان شاء الله خويا نعاودوها في برشا ماتشات اخرين وفي دي كاتيجوري اخرين فهمتني وان شاء الله اللي جاي خير بالنسبه للكلوب وبالنسبه للكبربه زاد. Thank you.